يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيها الجبار قدمه بأن المراد بالقدم هو قدماء الكفار ورؤساؤهم، هو قدماء الكفار ورؤساؤهم، هل هذا تأويل أم هو تفسير صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب على الله عز وجل، بل يثبت الساق لله كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولا يتعرض لكيفيته، صفة من صفاته الذاتية. نعم.